هنبدأ من حساب وزير الرياضة في جنوب إفريقيا ناتاي ميتيوا اللي نشر صورة فريق البافانا بافانا بعد ما تأهلوا لدور الـ16 واللي هيواجهوا فيه منتخبنا الوطني المصري، وقال أرسل خالص أمنياتي بالتوفيق لمنتخب جنوب إفريقيا، لقد وضعنا ثقتنا فيكم من أجل تشريف هذا البلد، ارفعوا راية بلدكم عالية وجعلونا فخورين بكم. اللاعب الجزائري سفيان فيجولي نشر صور من تدريبات منتخب بلاده واللي ظاهر فيها الفرحة والتفاؤل، وقال فيجولي إن منتخب الجزائر يقدر يحسم بطولة كأس الأمم. وهنختتم جولة تويتر من حساب الاتحاد الغاني لكرة القدم واللي نشر صورة جوردان آيو مهاجم الفريق، وقالت وصلنا لدور الـ16 وعندنا موعد ضد منتخب تونس يوم الأحد المقبل.